طير مش تلاحق غير مساحة انا شو قلت لك غدارين والعمل يا خالتي حسن كده مش هيخرج واحنا يا بنتي بايدينا ايه بس نعمله ياسين لازم يتنازل على القضايا زي ما قال المحامي ولا هيفضل محبوس لحد ما تتحدد له جلسه انت عايز تتجوزني ده يبقى يوم المنى يا ست الحسنى وانا موافقه واعتبري احلامك اوامر مش وقت احلام دلوقتي كل اللي انا عايزاه منك انك تتنازل على القضيتين بتوع حسن وهو ده شرطي وانا موافق الا بالله نفسي اعرف امي جابت فلوس اصالات الامانه منين يا عم يمكن اتصرفت اتصرفت منين بس تلاقي حد من قرايبكم ادعى لها قرايب ايه يا عم طه احنا مقطوعين من شجر ده لو من الاساس في شجر يا عم كبر دماغك بقى فكك من الكلام ده انت كلها كام ساعه وتخرج من هنا افرح بقى يا عم شويه افرح افرح فرح دي كلمه ما عادش موجوده في حياتي صدق اللي انا بقيت خايف افرح لو الفرح يزعل مني مش الدرجه دي بقى يا ابو علي الدنيا يعني مش كلها ايام مره اكيد فيها يوم حلو 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 بس علقه ان شاء الله بكره هيبقى حلو عشان هتخرج من هنا وتفك انا جيت لي اساسا هنا جيت عشان حلمت اني اعيش بالحلال عشان يبقى ليا بيت واحب واتحب يبقى ليا عيل صغير يستند عليا وهو صغير واستند عليا وانا كبير كفرت انت عارف يا طه انا طول عمري ماشي جنب الحيط معلش بكره ربنا يكرمك انا من ساعه ما جيت هنا وانا كل يوم بسال ربنا انا عملت ايه عشان اتبهدل البهدله دي كلها عملت ايه انا بحبك يا رب بحبك وخاف منك انا كنت عايز اعيش زي اي حد اقل من اي حد كمان وهي الدنيا ايه الفلوس وبس الدنيا مش فلوس الدنيا ناس على ناس بتدوس الدنيا كلمة حلوة بتريح النفوس بالراحة على نفسك يا حسن بالراحة يا أخي الدنيا مناولة مش مقاولة حاسس كأن أول مرة أشوف الشارع بكرة تزهق منه يا زميلي والله الحجز كان لأمامنا يا أخي طه يا طه وحشتني يا حبيبي وانت كمان يا بنت وحشتني عامله ايه الحمد لله على السلامه يا طه الله يسلمك يا بنت يا سوزي كويس الحمد لله مين ده يا طه ده حسن اخويا وشقيقي اهلا يا اخوه حبك حصل لنا الشر الحمد لله على سلامتك يا حسن الله يسلمك يلا بينا بقى نمشي من المكان ده لحسن بيخنقني انت مش هتيجي معانا؟ لا مش هنشوفك تاني؟ اللي عايزه ربك هيكون مالك يا بنت مسهوكه كده ليه؟ يلا بينا الله بقى يا نهله يلا اشوف وشك بخير وفي يا طه شكلك مرزق اشوف وشك بخير هبقى اعدي عليك في الحاره واجملك في رقبتي سلام مالك بس يا ابني من ساعة ما خرجت من القسم وانت شايل الهم ابدا يا ام انا حتى فرحان ان انت كويسة وبخير حسن سلمى انت ايه اللي جابك يا بنتي اصل حسن وحشني قوي يا خالتي الحمد لله على السلامة يا حسن الله يسلمك الله يسلمك يا سلمى هو انت بتبعدني عنك يا حسن انت ست متجوزة وفي عصمة راجل غصب عني يا حسن سامح انا طول عمري قلبي مسامحك ما تقولي تاكلي معانا لقمه يا سلمى
ربنا يخليك يا خالتي، اصل انا اول ما عرفت قلبي طار من الفرح وقلت اجي اسلم على الغالي ابن الغالي. سلامك وصل يا سلمى. انا شايف ان انت تروحي دلوقتي قبل ما حد يشوفك ويقول لجوزك. بتطردني يا حسن؟ افهمي اللي انت عايزه تفهميه. حاضر، انا همشي. فوتكوا بعافيه. مع السلامه يا خالتي. الله يسلمك يا بنتي. ليه كده يا حبيبي؟ ده هي الوحيدة اللي كانت بتسأل عليا وانت محبوس. مش كده يا حسن، حرام عليك، ده انت كسرت قلبها يا ضنايا.